قريب جدا خلال كام اسبوع كده هتطرح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاعلان الجديد لشقق الاسكان الاجتماعي، وحدات سكنية بمساحات واسعار متنوعة عشان تكون ملائمة لمختلف مستويات الدخل الشهري وعدد افراد الاسرة كمان. دي بالفعل وده مهم جدا، لان احنا يعني المشروعات الاسكان دي بتوفر فرص كبيره قوي ان كل شبابنا يكون عندهم شقق سكنيه في اماكن راقيه وجيده بشكل كبير. تفاصيل اكتر عن الطرح الجديد لشقق الاسكان الاجتماعي لاصحاب الدخل المنخفض والمتوسط معانا على التليفون استاذ احمد حسن مسؤول ملف الاسكان بجريده اليوم السابع. صباح الخير. صباح الخير عليك وعلى كل المتابعين. 70,000 وحدة سكنية موزعة في مختلف أنحاء الجمهورية، إيه اللي بيميز الإعلان ده عن الإعلانات السابقة اللي تم طرحها بالفعل من قبل وزارة الإسكان؟ هو خلينا بس نأكد إن وزارة الإسكان من 2014 وخاصة منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية حكم البلاد، وحتى الآن طرحت أكثر من 18 إعلان في للمشروع، في مشروع الإسكان الاجتماعي اللي تحول برعاية السيد الرئيس لمشروع سكن لكل المصريين، بحيث أن يكون هدف المشروع توفير وحدات سكنية لكافة المواطنين سواء محدود الدخل أو متوسط الدخل. خلال الفترة اللي فاتت وخلال ال 18 إعلان تم طرح أكثر من 950,000 وحدة سكنية، حتى الآن تقدم ليهم أكثر من 2.5 مليون مواطن. المستفيدين حتى الآن حوالي 1.5 مليون مواطن من مشروع سكن كل المصريين اللي هو كان اسمه مشروع الاسكان الاجتماعي. السيد وزير الاسكان المهندس شريف شربيني اعلن خلال حوالي 3 اسابيع انه خلال شهرين سيتم طرح حوالي 70,000 وحده سكنيه لمحدودي ومتوسط الدخل، 60,000 وحده سكنيه لمحدود الدخل و10,000 وحده سكنيه لمتوسط الدخل. اللي بيميز الاعلان ده انه يعتبر خلال ال4 سنوات الأخيرة ده يعتبر أكبر إعلان يتم طرحه في يتضمن أكثر من 60,000 وحدة سكنية في أكثر من 22 مدينة مختلفة سواء داخل القاهرة أو داخل محافظات الصعيد أو في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بحيث أنه يتم توفير وحدات سكنية لكافة المواطنين وتطبيق سياسة الوزارة اللي هي سياسة الدعم والإتاحة، الدعم لمحدود الدخل والإتاحة لفئة متوسط الدخل. جميل جدا أستاذ أحمد، نظام الحجز بيكون ماشي إزاي يا فندم؟ بالنسبة لو هنتكلم عن مشروع الإسكان الاجتماعي، هو دايما الوزارة بتسعى لإنه يكون في إنه يوصل الدعم للمستحقين، بالتالي بتضع شروط تتعلق بالحد الأدنى والحد الأقصى للدخل. بالنسبة للحد الأدنى لا يقل عن 1500 جنيه، والحد الأقصى بالنسبة للأعزب لا يزيد عن 6,000 جنيه، وبالنسبة للأسرة ما يزيدش عن 8,000 جنيه، ده بالنسبة للدخل الشهري. بالنسبة للشروط الأخرى التي تتعلق به، لازم يكون من مواليد المحافظة الراغب في التقدم فيها أو العمل فيها، ممكن يكون من العاملين فيها، يكون مكان العمل بتاعه فيها أو يكون من المقيمين بها. يعني في 3 شروط، أي شرط متوافر في المواطن يقدر يتقدم. يعني أنا ممكن أكون من أي محافظة خارج القاهرة ولكن العمل بتاعي داخل القاهرة أو داخل الجيزة، بالتالي أنا من حقي أتقدم في المدن الخاصة، المدن المحافظة اللي أنا أرغب أتقدم فيها، سواء لو أنا مثلا شغال في الجيزة في أي مكان في محافظة الجيزة من حقي أتقدم في مدينة أكتوبر أو حدائق أكتوبر أو أكتوبر الجديدة. بالنسبة ده الشرط، الشروط الاخرى. اما بالنسبه للاوراق الاخرى ان هو لا ان الشروط الاخرى ان هو ما يكونش المتقدم حصل على اي دعم قبل كده، سواء في صوره حصول على ارض يعني اراضي من الاسكان الاجتماعي اللي كان تم طرحها في الفترات السابقه، او تكون زوجته او احد افراد الاسره حصلت على وحده سكنيه قبل كده. يعني بالتالي هم الدولة أو الوزارة بتحاول يكون توفر وحدة لكل مواطن أو لكل أسرة، وتمنع ظاهرة المتاجرة بالأراضي والوحدات السكنية اللي كانت بتحصل قبل كده. يعني في العهود السابقة كان الأسرة أو المواطن والتجار كانوا بيستغلوا
المواطنين ان هم بيدوا لهم فلوس وان هم بياخدوا باسمهم اكتر من قطعه ارض او اكتر من واحده سكنيه، وبعد كده بيبداوا يبيعوها. وكنا بنشوف ظاهره المتاجره في الاراضي والوحده السكنيه. لذلك الشروط دي هي شروط متعلقه فقط بمشروع الاسكان الاجتماعي اللي هو موجه لمحدود الدخل، اللي هو بيتم دعمه سواء في الارض او سواء في التنفيذ او سواء في دعم نقدي. يعني الدعم النقدي وصل حتى الان 9.5 مليار جنيه. يعني ايه دعم نقدي؟ يعني الوزاره الواحده بتكون مدعومه في تكلفه التنفيذ، يعني المواطن بيحصل عليها باقل من تكلفه التنفيذ. وفي دعم نقدي بيوجه لي بيكون على الاقساط، يعني لو انا قسطي 750 جنيه في الشهر بيحصل على دعم نقدي بيتراوح من 5000 جنيه ل 60000 جنيه على حسب الدخل الشهري، وبيتم توجيهه على حسب. يعني انا لو دخل 1500 جنيه باخد اعلى حد من الدعم النقدي وهو 60000 جنيه، وده يوجه يتم تنفيذه على الاقساط. يعني لو قسط 750 او 900 جنيه هدفع 500 جنيه او هدفع 600 جنيه. ده بالنسبه للدعم النقدي. لو هتكلم عن المشروع الموجه ل 10000 اخرى الموجهين لمتوسط الدخل، ده ما فيش اي شروط سواء تتعلق بالاقامه او المواليد او الـ او الـ او الدخل، لان هو الوحدات بتكون قيمتها اعلى، وده عباره عن مساحه الوحدات في الوحدات بالنسبه لمشروع سكن كل المصريين الموجه لمحدود الدخل 90 متر. اما بالنسبه مساحه الوحدات بالنسبه لمشروع سكن كل المصريين لمتوسط الدخل بتتراوح ما بين 100 ل 120 متر، وبتكون في وحدات مميزه، وبالتالي ما فيش حد ادنى ولا حد اقصى للدخل، بحيث يتوح ولا شروط الاقامه ولا المحافظه، بحيث يتيح الفرصه لاكثر من مواطن. طيب في اي محافظه هيتم التسليم إنه امتى بالظبط؟ يعني تسليمها امتى هيكون؟ طيب لو هنتكلم عن الاعلان الخاص بال 70000 وحده سكنيه، ده التسليم هيكون خلال 3 سنين من تاريخ التقدم للاعلان. اما لو هنتكلم عن الطرح الحالي اللي اعلنت عنه وزاره الاسكان، وهو عباره عن حوالي 6500 وحده سكنيه، دول وحدات جاهزه للسكن الفوري، يعني للتسكين الفوري. دي على اساس انها وحدات متبقيات من اعلانات اخرى، وهي عباره عن 4 مشروعات: مشروع سكن مصر، ومشروع دار مصر، ومشروع جنه مصر، بالاضافه الى مشروع الاسكان المتميز. يعني حوالي 1500 وحده سكنيه اللي الوزاره اعلنت عنهم هيبدا الحجز فيهم اعتبارا من يوم 27 اكتوبر الجاري وحتى يوم 26 ديسمبر المقبل ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي احمد حسن، مسؤول ملف الاسكان بجريده اليوم السابع.